أوريو الإنتاج الفني تقدم الفيلم الذي تنتظره جماهير الشاشة العربية من المحيط الهادئ إلى الخليج الزائر. خالتي فرنسا. حب. إثارة. رعب. تشويق. معارك طاحنة. أجساد عارية. ناس واطية. واطية بجد. لهوي اهدي، كل دي الترابيزة دي ولا مادة الرحمن؟ ده الشوع يا باشا، الشوع، شعو جماعات إسلامية وحزب وطن. أنا شفت قلوب ضلت الطريق وسقطت في مستنقع الحياة. بقولك ايه، افحى واصطبح، دي الفرخة بتتذبح. عيط ما اخي. قطة الشاشة المفترسة منى زكي. يمتك حمى صيفي قلب التقال، وازيكم ازيكم، انا جاي اخدم عندكم. كر كر كر. وحش الشاشة عبلة كامل. انا واحدة ربنا مديني صح، استخسر بقى عفيتش في الناس. نجمة الجماهير مها عمار. طب افرضي حد من اهلنا شرب سجاير، نشرب احنا كمان؟ لا طبعا. شاطرة يا وزة، الاحسن نشرب. ايه؟ ولفيف من نجوم الكوميديا والتراجيديا وجميع انواع الدراما. انا في لحظه ضعف وممكن انهار. ما تيجي نبيع لوت الفل ده ونطلع على اقرب محامي ونضرب ورقه عرفي وننهار سوا. قصه ثلاث فريسات من قاع المجتمع يصعدن الى القمه بعد صراع شرس بين الخطيئه والانحلال. الاولى فرنسا، متدفقه العواطف، صاحبه مبدا، كريمه، حنينة، حكيمة. والنبي أمانة يا سيدي، هو اسمه ايه؟ سيدي سلامة. الثانية بطة، حالمة، رومانسية، تمقد حياة الليل، تكره العمر. الشنطة دي فيها ايه؟ فيها متفجرات ومفرقعات، اصل احنا ارهابيين تبع أسامة بن لادن وجايين يفجروا الاوتشيه. الثالثة وزة، بنت اصول، تحب أسرتها، متربية. باش تركش علينا يا عم البحر. خالتي فرنسا، الفيلم الذي سيهاجمه جميع النقاد. خالتي فرنسا، الفيلم الذي لم ولن يحصل على أي جوائز. اوعى يا بنت تكوني فرطتي فيه. هو إيه ده؟ اللي ما حلتناش غيره يا عين خالتي. خالتي فرنسا تأليف بلال فضل. سيب جي، امسك جي. ايه البرجالة دي؟ اشمعنى دي؟ عرقت. خالتي فرنسا، اخراج علي رجب بعد حصوله على جائزة مهرجان كان زمان. اسم الله عليه. خالتي فرنسا، ما تقولش ايه ادتنا مصر، قول هندي ايه لمصر.